قال رحمه الله: وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد احتاج لعد، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف، وما فضل فهو لولد الأب. أي نعم، لأن الأخ لأب ما يحجب الشقيق عن النصف، لأن الشقيقة أقوى، لأن أخت من أم وأب، فما الأخ لأب ما يأخذ النصف أو ما يأخذ الباقي مع وجود أخت لأب، أخت شقيقة، لأن أخت شقيقة أقوى منه، فتأخذ نصفها كاملا، تأخذ نصفها كاملا. هنا الأخ لأب يؤثر على الجد ويجعل نصيبه للأخ الشقيق، وهذا قلنا غير صحيح، لأنه صار الأخ الشقيق أقوى من الأب، أقوى من الجد هنا، مو بس يعني ورثوه مع الجد، إلا أعطوه إيش أكثر من نصيب الجد، وهذا لا يصلح أبدا. نعم.